هم أنت السلام ومنك السلام واسم الله السلام وأسراره ومعانيه. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اسم الله السلام، السلام في ذاته عن السنة والنوم والموت، السلام في ملكه عن المنازع والشريك، السلام في قيوميته وقدرته عن التعب، السلام في أفعاله عن العبث، السلام في عقوبته عن الظلم، السلام في قضائه وقدره، فكله حكمة. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. اسم الله السلام ورد في القرآن الكريم مرة واحدة بس في هذه الآية، وورد مقرونا باسم الله القدوس واسم الله المؤمن، قبله القدوس وبعده المؤمن، ولذلك سر. اسم الله السلام دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نعاقب كل صلاة نثني على الله بالسلام. أول ما بسلم كده أخلص صلاتي، أسلم عن اليمين وأسلم عن الشمال، بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فلا سلام في قلوبنا إلا من السلام، ولا سلام على الأرض إلا من السلام، ولا سلام بين النفوس إلا من السلام، ولا يوجد بيت فيه سلام إلا من السلام. فالله هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة في البداية في ختام الصلاة وهم في التشهد يقولوا السلام على فلان، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ذلك، وقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللي احنا بنقوله في الصلاة، اللي احنا بنقوله، هذا يسمى التشهد. أما الثاني ما بعد ذلك يسمى الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم الله السلام من أعظم الأسماء اللي ينبغي أن نعيش بها، زي ما قلنا له معنى عظيم جدا. فالله عز وجل هو سلام في ذاته، سلام في صفاته، سلام في أفعاله، سلام في ملكه، سلام في عفوه، سلام حتى في عقوبته. سلم على أوليائه في الدنيا ويسلم عليهم في الآخرة، وجعل الجنة اسمها دار السلام، والإسلام من السلام، وتحية المسلمين في الجنة السلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وتحية المسلمين في الدنيا السلام، وننهي الصلاة بالسلام، فالسلام هو أصل الإسلام، والله عز وجل منه السلام. النقطة اللي بعد كده، الأدلة ورد في القرآن مرة وورد كثيرا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وروده أنه أنا لما بسلم وصلي على سيدنا النبي ربنا بيصلي ويسلم علي. لما أصلي على سيدي رسول الله مرة أصلي وأسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، وسلموا تسليما. لأنه أنا لما بسلم على سيدنا النبي ربنا بيصلي ويسلم علي. النقطة اللي بعد كده أنه هذا الاسم له جلال عظيم، فما ينفعش أنا أبدا بأي حال من الأحوال أنطق لفظ السلام بلساني وقلبي ليس فيه سلام. ولذلك قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيه سلام، سلام في ذاته،
سلام من الحقد والحسد، سلام من الكراهية والضغينة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. وأول ما سيدنا النبي وصل إلى المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. المصطلحات كلها سلام. يعني لما سيدنا النبي يقول أيها الناس ده قمة السلام، لأنه مفيش مش خطاب طائفي، مش خطاب عنصري، لا ده خطاب لكل الناس. الله يبارك في عمرك. ما هو احنا ديننا كده، أوله الحمد لله رب العالمين، ختامه قل أعوذ برب الناس، مش قل أعوذ برب المسلمين ولا الحمد لله رب المؤمنين، لا. فسيدنا النبي قال أيها الناس ده سلام يحوي الجميع. أطعموا الطعام ما نسميه الأمن الغذائي وهذا سلام، وأفشوا السلام سلام مجتمعي، وصلوا الأرحام سلام اجتماعي، وصلوا بالليل والناس نيام سلام نفسي. أن لما حققت السلام أدخلك الله الجنة بالسلام. المعنى العظيم ده، ولذلك سيدنا النبي يؤكد على هذا المعنى، والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولما أنا أريد أن أطبق اسم الله السلام لازم أطبقه على نفسي الأول. يبقى أنا جوايا سلام، ما بقاش كذاب، ما بقاش نصاب، ما بقاش دجال، ما بقاش متلون، ما بقاش منافق، ما بقاش جوايا غل وحقد وبقول السلام عليكم يا أخي. مفيش أبدا. أنا مش عارف أنت متعايش مع نفسك إزاي وانت تقول لي لانه مش فاهم المعنى الحقيقي اللي احنا بنقوله دلوقتي ده، هو مش فاهم المعنى الحقيقي لكلمة السلام. الله يبارك في عمرك. Watch it.